أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منشأة اقتصادي، والذي نسلط ضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة. حلقة اليوم نناقش فيها الهيئة العامة للصناعة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني واستراتيجيتها الصناعية لعام 2035. مشاهدينا الكرام، في سبيل تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت، عملت الهيئة العامة للصناعة على قدم وساق على تشجيع الصناعات المحلية وكذلك توسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات استراتيجية تخدم الأمن الوطني. كما سعت الهيئة لإيجاد فرص استثمارية صناعية في مجال التكنولوجيا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. الهيئة العامة للصناعة أنشئت في 15 يناير لعام 1997، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف من إنشائها تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات استراتيجية تخدم الأمن الوطني، مما يؤدي إلى زيادة مصادر الدخل القومي. كما أنه من الاهتمامات الأساسية للهيئة تعميق الحس الصناعي لدى المواطنين وإيجاد الدراسات الصناعية والتنسيق بين الصناعات المتواجدة والمستقبلية لدول الخليج والدول العربية كافة، بهدف دعم التعاون الصناعي بين الدول المختلفة والمنظمات الدولية. الهيئة تسعى إلى طرح فرص استثمارية صناعية في مجال التكنولوجيا وصناعة الجيل الرابع، ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوت، كما أنها تجتهد في الفترة الحالية للانتهاء من المراحل النهائية للاستراتيجية الصناعية 2035 التي تضمنت إعادة هيكلة القطاع الصناعي ورسم خريطة تحدد ما هو مطلوب منها في المرحلة القادمة للنهوض بالقطاع. ولتأكيد الدور الحيوي المناط بالهيئة، سعيها نحو الاستقلالية فيما يخص الجانب الإداري، على أن تكون الدولة الرقيب المباشر على إنجازها ومدى تحقيقها أهدافها والخطط الموضوعة، حيث طالبت بأن يكون لديها جميع المتطلبات الإدارية فيما يخص الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، ترخيص، تجديد، منح رخص، والتي هي من أهم المعوقات التي يواجهها هذا القطاع، لتصبح الهيئة هي مركز بدء وانتهاء الطلبات الإدارية والقانونية والفنية للخدمات المقدمة للقطاع الصناعي. ويسعدنا أن يكون معنا بالاستديو الأستاذ عبد الكريم تقي، المدير العام للهيئة العامة للصناعة. مساك الله بالخير أستاذنا الكريم، احنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم. لا شك أن يعني الكويت في تطور يمكن ملحوظ خلال الفترة الحالية، راح نتدرج في الأسئلة حتى نوضح الفكرة، وهذا جد تشكرون عليه صراحة. يعني في الفترة الماضية شفنا مساعيكم في توفير الأراضي وهناك تعديل بعض القوانين والأنظمة، لكن ودنا نعرف دور هيئة الهيئة العامة للصناعة في دعم الاقتصاد الوطني. بداية أخوي عمار، مشكور على هذه الدعوة الجميلة والقيمة، ونتمنى أن نقدر نساهم في مسألة الأجوبة على بعض استفساراتكم وما هو مطروح في السؤال. نعم. شوف، اليوم المفتاح حق هالسؤال، وهذا سؤال تقليدي حقيقي نسمعه في كثير من الأماكن، اللي هي كلمة التنوع. اليوم الاقتصاد إذا كان معتمد على موغد واحد دائما اقتصاد مهدد بالخطأ. صحيح. واليوم احنا أيضا معتمدين على مصدر أو مصدرين، مصدر واضح اللي هو القطاع النفطي. نفطي. نعم. النفطي، وأيضا عندنا الموضوع الاستثماري. صحيح. احنا عندنا استثمارات خارج البلد، ولكن يظل عندنا فقر في تنوع الاقتصاد. فكلمة التنوع هو الجواب على مسألة ما هو العائد على الاقتصاد الوطني. فلقينا، وحتى أيضا القيادة السياسية انتبهت على مسألة بعد غب الضاغة النافع، بعد مسألة أسعار النفط وتذبذب أسعارها، أنه يبقى اليوم إذا كان هناك بالفعل مشكلة في هذا القطاع، شنو الحل؟ الحل مو أن يكون في قطاع بديل أو متنوع، أن يكون هناك قطاع منتج. صحيح. القطاع المنتج الوحيد الموجود في العالم اللي هو القطاع الصناعي. صحيح. هو اللي يحول الشيء من قيمة
متدنيه لقيمه عاليه، حولها من شيء الى شيء اغلى. نعم. فصار في التفاته بان لازم هذا القطاع يتم الاهتمام فيه. اليوم القطاع الصناعي هو البديل، مو الامثل فقط، انا اشوف الاوحد حق مساله تنوع القاعده الاقتصاديه في البلد في المرحله القادمه، واللي لابد انه يتم التركيز عليها من كل الجهات. الموضوع مو بس الهيئه العامه للصناعه، موضوع ان حتى باقي الجهات اليوم في عندها تعاون انها تقوي وتسند هذا القطاع بحيث انه يشارك في مساله الدخل القومي حق البلد وموضوع المشاركه الاقتصاديه العامه. نعم. طيب يعني وهل هذا توجه عالمي؟ يعني بدات الدول حتى كذلك في مثلا الدول المتقدمه مثل اوروبا وامريكا في التوجه او القاء النظر يعني عن كثب وبشكل خاص على القطاع الصناعي؟ هو اخوي انا اعرف انه اعتماد على القطاع الصناعي، لكن هل زادوا على الاقل الانتباه على هذا القطاع؟ لا، احنا اللي انتبهنا على الموضوع، العكس صحيح، ان الدول تنبني على المؤسسه الصناعيه. نعم. اليوم دوله مثل سنغافوره ما في عندها موارد، صحيح، توجد عندها مساله الصناعه والسياحه. نعم. والصناعه هي المركز الاول عندها في مساله النمط الاقتصادي اللي تعتمد عليه في مساله المصايف. اليوم كل الدول الكبيره اول شيء يسالون شنو هو موقعها في القطاع الصناعي العالمي. تمام. اليوم الولايات المتحده، اوروبا، المانيا، احنا لما نسمع كلمه المانيا نسمع موضوع الماكينه الالمانيه. صحيح صحيح. فموضوع الصناعه هو الاساس في مساله تقييم تطور او عدم تطور الدول، لان الصناعه والقطاع الصناعي هو اللي يخلق باقي الفرص مو العكس. اليوم هو اللي يخلق الوظائف، هو اللي يخلق الاستقرار العام في الاقتصاد، هو اللي يخلق القطاعات الثانيه. اليوم انت عندك على سبيل المثال الصحراء اللي يبديها القطاع المنتج اللي هو الصناعه، هي اللي تجيب الفلوس اللي تبني الصحراء وتسويها مدينه جميله ويسمونها. فالعكس، الدول الصحيه اقتصاديا هي اللي مؤسسه نفسها على القطاع الصناعي، وايضا طبعا بالاضافه الى ان يكون هناك القطاع التعليمي، وهذا ايضا جانب مهم، ولكن القطاع الصناعي هو الاساس في بناء اي اقتصاد صحي، وهذا المعمول فيه عالميا. احنا اليوم قاعدين نتعلم من هذه الاقتصاديات كيف نخلي هذا القطاع مشارك اساسي. نعم. هذا اللي قاعد نتعلمه، قاعد نتعلم اللغه الاقتصاديه، شلون نسحب هذا القطاع في الساحه ونخليه مؤثر مباشر مو مؤثر ثانوي. جميل جميل جميل. يعني انت شايف يمكن في لو بنتطرق بشكل بسيط على النفط واسعار النفط. نعم. انت شايف هناك توجه عالمي حول يعني تقليل استهلاك النفطي، فهناك توجه اخر لبعض الدول للطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة حسب ما يطلق عليها في كثير من الدول. فلذلك يمكن أنا هذا يمكن حبينا نوضحه للسادة المشاهدين، القطاع الصناعي هو اللي آتي وبقوة خلال المرحلة القادمة، لكن هناك تطور هائل يعني سريع، وبدينا اللحظة في اللي لاحظوهم الاقتصاديين أو أصحاب الاختصاص مثلك أستاذي الكريم وبعض الناس المختصين. لكن الناس متعودة أن تشوف مباني، يعني تشوف عماير، تشوف حتى أن نقول والله في نقلة نوعية. وين نحن بهالخريطة هذه؟ شوف، أحد أهم عناصر القطاع الصناعي ونجاحه اليوم يكون وجود بنية تحتية قوية تقدر تسند البنية الفوقية. اليوم موضوع العماير هذه اللي نتكلم عنها مو فقط مختصة في مسألة المصانع. نعم. المصانع جزء، ودائما المصانع ما تحتاج الى ارتفاعات عاليه. صحيح. ولكن الخدمات المسانده، نتكلم مثلا المولز، المجمعات التجاريه، اليوم مبادئ المناطق الصناعيه انتهت، اليوم في مبدا اسمه المدن الصناعيه، ما في شيء اسمه منطقه صناعيه مسكره ببوكس اسود، ما حد يدشها، ما حد يطلعها، ما فيها شيء، واللي يطلع فيها لازم مختنق، اللي يطلع منها لازم مختنق. المبدا اختلف اليوم، اليوم المدينه الصناعيه عباره عن مدينه سياحيه في بعض الدول. يدخلها يشوف المصنع، فيها معارض، شلون الآلة تشتغل. فاليوم صححني إذا أنا غلطان. نعم. يعني اللي نفس، هل هي نفس بعض المدن الألمانية مثل شتوتغارت؟ نعم صحيح. لبعض السيارات، وكالات السيارات، هل هذا نفس المبدأ؟ نفس المبدأ. اليوم احنا باكوخة هالعملية أخوي عمار، مسألة بدينا أيضا نتعلم كيف تبنى المدن الصناعية، هي مدينة شدادية الصناعية. لما نقول مدينة، نعم فيها سكن، فيها مولز، فيها عمارات عالية، فيها مواقع، مكاتب، فيها مناطق إدارية، فيها مساحات إدارية، فيها مستشفى، فيها كل الخدمات المساندة للقطاع الصناعي. القطاع الصناعي الموجودين فيه ناس. نعم صحيح. بشر تحتاج كل هذه الخدمات، بدون حتى الإنتاجية مالتهم. فمسألة البناء، نعم احنا اليوم عندنا
مشكلة في البنية التحتية إذا ما تأهلت بشكل جيد ماكو قيمة حق البنية الفقرية، راح تنهدم، ما راح يكون في خدمات تساعد. نعم. فاليوم إحنا في مرحلة تأسيس البنية التحتية حق جميع المدن الصناعية أو المناطق الصناعية اللي تم استلامها من الدولة، وإحنا عندنا حقيقة حجم كبير استلمناه من الدولة في مختلف مواقع الكويت، منها المطلع العبدلي عفوا، عندنا السالمي، النعايم، عبارة عن مدينة اقتصادية كاملة، وأيضا عندنا شدادية بمنطقة، وفي مواقع مختلفة، مواقع لوجستية في المرحلة القادمة. نعم. راح تلقى قصة المباني العالية هذه راح تطلع، ولكن ما راح تطلع مع بعض، راح تطلع متدرجة. سبب بسيط جدا، إحنا نبي نتأكد بأن هناك في جدوى من كل هذا. اليوم الهدف أن إحنا نقوي الاقتصاد ونشارك فيه. بنيت مرة واحدة ولقيت أن العائد مو جيد، أو أنا ماني محتاج هذا النشاط، أو ماني محتاج هذه الخدمة، اللي أنت صرفته على هذا الموضوع ممكن يرجع عليك بالسلب. فإحنا اليوم إحنا نتدرج. إشدادية مثل ما قلت لك عندنا تجربة جيدة، عندنا مشروع جيد وهو أول مدينة صناعية ذكية في منطقة اسمها النعايم عندنا. وهذه راح تكون النعايم يسمونها غرب السالم. غرب السالم. غرب السالم. تمام. وهذه أول مدينة صناعية ذكية، بمعنى فيها كثير من الخدمات وأيضا منطقة خضراء. طيب أنا مثلا واحد عنده بيت في النعايم. نعم. يعني شنو المختلف عن اللي ساكن في مشرف ولا بيان ولا ضاحية النزهة، ولا شنو المختلف عنه؟ موضوع انه ما يحس بالغربة، ما يحس بانه يما مصنع اول شيء. تمام. هذا واحد. حلو. مهم، هو داش مدينة. داش مدينة. في البقعة الخضراء كبيرة جدا عشان نحقق مسألة الجرين الخضراء والبيئة الصحية. نعم. والامور هاي. فيها المجالات الترفيهية ايضا موجودة، فيها مول، فيها مدينة ترفيهية، فيها أمور مساندة، فيها مستشفى، وأيضا فيها شغلة اسمها زيرو سب تدعم نفسها بنفسها، فيها مسألة الاعتماد على الطاقة البديلة في تشغيلها، الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية واحدة من الأشياء. أيضا عندنا إحنا كثير من التكنولوجيات حتى معالجة النفايات بإنتاج الطاقة، يعني النفايات اللي يطلعونها من البيت. نعم. اللي تطلع من البيت من المصانع نفسها يعاد تدويرها وأيضا تنتج طاقة، وجزء كبير منها يتحول الى ماء يروي هذا الاخضر اللي موجود. جميل. معادله مصعبه، احنا موجوده في العالم. نعم. احنا فقط قاعدين اليوم نطبق هذا الموجود. جميل. حقيقه. جميل. جميل. هذا الفرق، يعني هذا الفرق بين المدينه العاديه والمدينه الذكيه الصناعيه. انا بحطها بين قوسين صناعيه. خلاص ناخذ، نحاول ناخذ لنا بيوت هناك. حياك الله. شوف شو الطريقه تكون. طيب بالنسبه لاسس ومعايير التوطين في المناطق الصناعيه. نعم. ايش تقصدون فيها؟ شوف، هي مو معايير التوطين، هي أولوية التوطين. في فرق. الأولوية من هو اللي يستحق أنه يأخذ منشأة صناعية. تمام. فلأن النشاط صناعي أخوي عمار، المفترض أن طبيعة النشاط المتقدم له أول شيء شنو يكون؟ صناعي. صناعي. نتجنب أن يكون خدمي، تجاري، فقط مختص بالصناعة. إي، يعني أنه يحول من منتج إلى شيء. إي، يحوله من قيمة قليلة إلى قيمة أعلى، يعني أعلى. حقيقة، ويسوي لها أكثر من عملية، بحيث كل ما تزيد عمليات التصنيع. نعم. حقيقة مجلس إدارة الهيئة ومثل ما يقولون بوقت طويل قعد عشان يحط مجموعة من المعايير، من هم شنو هي المعايير المناسبة اللي تعطي قيمة مضافة حق الاقتصاد الوطني. اليوم إحنا ما نبي الهيئة العامة للصناعة تستثري، احنا نبي الاقتصاد الوطني يستثري. احنا ممكن نسوي مدخول جيد حق الهيئة العامة للصناعة وعندنا ايرادات جيدة، ولكن شنو تأثير هذا الرقم على الاقتصاد الوطني؟ ممكن صفر ترى. صحيح. ايه، وهذا المهم الاقتصاد الوطني طبعا. نعم. نتيجة ان انت تبي مثل ما قلنا احنا في المقدمة شنو هو المساند حق الاقتصاد العام عندنا. نعم. اللي هو التنوع. اليوم جينا حطينا ثلاث معايير اساسية اعتمدها مجلس الإدارة، يسمونها رأس مالية صناعية. تمام. تحتوي عنصرين، شغلة اسمها الكثافة الرأسمالية، كم الآلات والمعدات أنت صاغف، بهدف أن أنت كل ما تزيد آلاتك ومعداتك معناتها خف التدخل البشري فيها. نعم. الكواليتي يطلع أعلى، الجودة تطلع أعلى جدا. صحيح. فهذا الموضوع معناتها قيمة المضافة عالية. موضوع ثاني، مسألة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني ايضا لها معايير، مساله الربحيه التجاريه، هل هو مشروع مربح ولا لا، وايضا لها معادله. نعم. معينه، لها حسابات، لها معادله. احلال الواردات، هل هو في منتجات كثيره قاعد تدش علينا؟ يوم اللي واحد يقول انا بفتح مصنع يغطي مكان هذا اللي جاي، هذا بالفعل راح يخفف كثير من قيمه المنتج اللي قاعد يباع على المستهلك. نعم. لان احنا عندنا دعم جيد على المواد. لا، حتى الكهرباء، الطاقه. نعم. التشغيليه عندنا دعم، الكهرباء والماء، الدوله تدعم بشكل جيد. جميل. وأيضا عندنا مسألة الأولوية الصناعية. اليوم في عندنا، إحنا عندنا
مجموعة من الصناعات نبي نركز عليها قيمتها المضافة تكون وايد أعلى. من الطبيعي البتروكيميكال طبيعي بحكم أن عندنا إحنا المعدن الأولي طبيعي. نعم. عندنا صناعات دوائية الطبية بشكل عام، عندنا الغذائية اللي تحقق الأمن الغذائي، وعندنا شغلة اسمها الجيل الرابع من الصناعات. إيش تقصد فيه؟ الجيل الرابع من الصناعات كل الصناعة تعتمد على التكنولوجيا، مو شرط منتجها تكنولوجيا، ولكن تعتمد على التكنولوجيا في إدارتها الكاملة. على سبيل المثال أعطي مثال أنا أعطيك مثال روبوت. تمام. روبوت هذا نحن نصنع الطابعة ثلاثية الأبعاد 3D printing، هذه المصانع آلاتها في القيمة الاستثمارية البداية مكلفة، ولكن المنتج النهائي خلاص لأنه ما يعتمد على البشر كثير، صح، فالمنتج راح يكون جدا رخيص في إنتاجه. عندنا التكنولوجيا بجميع أنواعها. نعم. وعندنا قطاع اسمه قطاع المفتوح. شنو سوينا أخوي عمار؟ قلنا إحنا مو أذكى ناس موجودين في الكويت، فيبقى يمكن هناك فكرة موجودة جيدة تستخدم دراسة، ليش إحنا نسكر الموضوع على هالثلاث قطاع؟ صح. ففتحنا قطاع اسمه قطاع المفتوح، نتأكد من أن محتوى العام تنطبق عليه معايير القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عندنا مسألة العمالة الوطنية اللي يوظف الكويتيين زائد. أيه. هذا لا معيار عندي يعني. لأنه يخفف على الدولة. إحنا متأكدين بأن العنصر الكويتي الجودة مالته أعلى من العناصر. أيه. مجربينها حقيقة في المصانع. الكويتي ينافس المنتج الكويتي. نعم. ينافس الدول، تعال في منافسة. صحيح. يعني وخاصة. صحيح. في بعض الدول سواء الخليجية العربية يعني خذت بدأت قبل الكويت. نعم. في الإنتاج يعني أشوف حتى في منتجات في الأسواق في الجمعيات في كل مكان يعني تكون مستوردة خليجية. أنا أتكلم. نعم. خلك. نعم. من الأوروبية والأمريكية يعني. هل الكويت تنافس الأسواق هذه؟ عندها الإمكانية؟ في الصناعات الأساسية يعني مثلاً بتروكيميكال إحنا عالمياً منافسين حقيقة. عالمياً؟ إيه. مو بس المادة الأولية اللي أنا عندنا أمثلة جيدة من القطاع الخاص. يعني مثلاً أعطيك مثال إيكويت، شركة كويتية واصلة من الشرق إلى الغرب بالجودة. جميل. وأيضاً تنافس السعر. وايضا عندنا قطاعين غريبين احنا ننافس فيهم، قطاع الحديد، واحنا دوله ما عندنا مواد الحديد. ما عندنا مواد الحديد. صح. ولكن نصدر بشكل كبير جدا هذا. تدري ليش اخوي عمار؟ لان الكواليتي جيد. إيه؟ لان الكويتي جيد، واحنا ايضا دوله مو زراعيه، ولكن تلقى ميد ان كويت لمنتجات ملبوسات موجودين في اوروبا. نعم. هذا شيء زين. هذا زين. نعم. معناتها الكويتي المصنع الكويتي يهتم في شكل الجوده، هامش الربح عنده قليل، واحنا عملنا هذا البحث. احنا الاوروبا لقينا بالفعل قاعد ينافس، قاعد يدخل وتفرض عليه ضرائب عاليه، ومع هذا يقدر يبيع وينافس الجوده الاوروبيه، وهذا واقع موجود. هذا يعطيك شعور بان انت اليوم الكويتي يحتاج فقط، المصنع الكويتي يحتاج بس خدمات جيده عشان يقدر ينطلق ويقدمها للمواطن، ويحتاج بنيه تحتيه. وهذا طبعا يعني بجهودك وجهود زملائك. احنا عندنا روبورتاج جهزناه لاثنين من زملائك يتكلمون عن الصناعات الكويتيه ومدى تاثيرها، ونشوف اذا من وجهه نظرهم من مواقعهم اذا تنافس ولا لا. فخلونا نشوف ونرجع لكم. طبعا الصناعات الوطنيه منذ 1960 أخذت على عاتقها أنها توجد كل ما هو متخصص يستفيد منه المقيم والمواطن والدولة، بحيث أنها يصير عندها خط متكامل من مواد البناء، سواء كان من أرصفة الشوارع اللي يسمى بالكربستون، المتداخل، الخلط الجاهز، الأرضيات أو الأعمدة الجاهزة. طبعا كدعم من الجهات الحكومية موجود، سواء كان عن طريق الصادرات نشرها بالكويت أو خارج الكويت، أو إعطانا الفرص أن نشارك في معارض فردية عن طريق الهيئة العامة للصناعة، وما قصروا. طبعا الدعم الآخر اللي نحصله إحنا من الحكومة هو أوراق الدعم للمواطن عند حصوله على البيت، يقدر يحصل من الصناعات الوطنية على طابوق الجيري، التكسير الخارجية، ويقدر يحصل على السيراميك، والآن يقدر يحصل عليهم مع الخلط الجاهز لبيته. إحنا طبعا المصانع قاعد تدعم، سواء كان من تخفيض بعض التكاليف علينا، كهرباء، من ماي، مثل تعرف بعض الأجور الاستئجارية، حقوق الاستنفاع من بعض الأماكن اللي موجودة عندنا في إطار الشركة نفسها. طبعا داخل الكويت أكيد في منافسة، لأن أغلب الناس يبي
ياخذ شيء او ياخذ قيمه السعر. طبعا احنا كصناعه وطنيه اللي ياخذ قيمه السعر راح يحس فيها في قيمه الجوده، لان انا جودتي الوحيده اللي تمشي على الجوده الكويتيه، في الجوده البريطانيه الامريكيه والالمانيه، لكن الصناعات تمشي على الجوده الكويتيه وهي الاعلى فيهم كلهم. اما بالنسبه للاسواق الخارجيه انا قمت انافس ليس فقط بالمنتج، لكن انا الان انافس في مصانع في السعوديه للطابوق الابيض، في عمان، وفي لي مصنع للطابوق الابيض في البحرين، واصدر مواد البلاستيك للبي في سي والسي بي في سي والبي بي ار حق المملكه الهاشميه. لكن بعض الاحيان توصل لنا بعض الطلبات. في اوائل الستينيات احنا اخذنا طابوق الجيري، بعد فتره من الانتاج في بدايه السبعينيات على الثمانينيات انتجنا منتج الاسم الملكي وتم تصديره لبريطانيا ببراءه اختراع كويتيه. منتجنا احنا المتعارف عليه جوده، وبالنسبه ايضا نافعنا الكميه، الجوده والكم. اذا تبي كميه كبيره ما حد يسويها للصناعات، تطلب 3 مليون طابوق متداخل ما حد يلبيك خلال فتره وجيزه للصناعات. فاللي نافعنا جودتنا وسرعه التلبيه للمنتج. بالنسبه لنا كمصنع كويتي الحمد لله عندنا الكثير من المنتجات قمنا بانتاجها، بدانا فيها بالنسبه لانتاجنا كان بدايته في المعاميل، بعدين اتجهنا الى عجائن السمبوسه واخذت مجال واسع في السوق الحمد لله. كان هناك دعم كبير من الهيئه العامه للصناعه للتجار بقيامها بدورات كثيره تاهيليه تاهل الشركات لكيفيه الانتاج. ايضا كان هناك دعم خارجي كمعارض خارجيه للشركات لتوسيع تسويقها في باقي الدول. قاعد نصدر منتجاتنا خارج الكويت، اخذت وضعها الحمد لله، لكن المنافسة موجودة. المنتج الكويتي جودته عالية جدا وسعره غالي، لكن المنتج الخارجي جودته يعني نقدر نقول متوسطة وسعره أقل، فهذه هي المشكلة الوحيدة اللي عندنا فقط لا غير. الجمعيات كانت في البدايات كان في صعوبات كثيرة صراحة، ما نحب ندش في تفاصيلها، لكن الآن بدأ الوضع ياخذ. المنتج الكويتي صارت له وضعية جديدة صراحة خلال السنتين اللي فاتوا، أخذ وضعه ومعظم الجمعيات أو غالبيتها قاموا يقدمون الدعم للمنتج الكويتي بإعطاء مساحات كبيرة، يعني الأولوية له صارت تقريبا. الواحد يوقف ويصفق لكم احتراما على الاعمال اللي تقومون فيها وعلى يعني الخطوه والمنافسه اللي المنافسه لا شك شرسه، كل منافسة هي شرسه بين دول الخليج، في بعض الدول سبقتنا في مجال الصناعه حتى في دول العالم. لكن انت يعني لما تتكلم ان انت كمنتج ذات جوده وتتكلم بالجوده وتتكلم بالسعر وتتكلم بالمنافسه والسرعه والطلب مثل ما تكلموا الاخوان وحضرتك، فهذا شيء تشكرون عليه. يعني الكويت متجهه الى الاعلى دائما ان شاء الله. احنا ودنا ناكد شغله اليوم على اساس ان تظل المنظومه الصناعيه مرتاحه في مساله الطاقه الانتاجيه وتنافس. احنا اليوم عندنا هدف شلون نوجد لها اسواق خارجيه. نعم. اليوم السوق الكويتيه صغيره صح. بدون شك صح. ما تستوعب كل هالصناعات. فاليوم عندنا هدف من خلال قطاع عندنا اسمه قطاع تنميه الصادرات الصناعيه الكويتيه. هدف اليوم قاعد يروح ويقول حق كل دولة يزورها يقول لها أنت شنو المنتجات اللي عندك فيها قصور؟ ترى يبقى عندنا مصنع كويتي يسوي، فصاير هو الوسيط الدلال اللي ما ياخذ فلوس اي بين البائع والشارع حقيقة يعني. وعندنا مكان معين ذكاء هذا، ونعرض احنا عندنا اليوم عندنا عرض حق كل المنتجات الكويتية المصدرة في الويب سايت مال الهيئة العامة للصناعة، بالإضافة إلى شغلة سويناها. واحنا نعترف بأن المواضيع هذه تحتاج أن نستفيد من خبرة الغير. اليوم احنا فتحنا باب حق كل مصنع كويتي مصدر انه يسجل في احد الصفحات العالميه اللي هي علي بابا، واحنا نتحمل تكاليفها. جميل. اليوم صفحه علي بابا هي الاكثر انتشارا في مساله تسويق المنتجات الصناعيه. صحيح. فبدينا ب 20 مصنع وعندنا في خلال 3 إلى 4 أشهر. نعم. نعمل سيرفي نتاكد من ردود الفعل من المصانع هذه. هدف حقيقي كبير اخوي عمار بان اليوم نوجد مناطق جديده لتسويق المنتجات الكويتيه خارج البلد، بالاضافه الى ان نحاول نسهل لهم
أمورهم بحيث أن تخف عليهم مسألة التكلفة الإنتاجية خارج البلد، منها موضوع الضرائب اللي قاعد تفرض عليهم برا الكويت وهالأمور. فاليوم همنا بأن شلون نوصل المصنع الكويتي للعالمية، السوق الكويتية ما تستوعبها حقيقة. صحيح أكيد طبعا، يعني نتكلم بالأرقام ولكن حتى والشيء الجيد واللي يطمن ويريح أكثر، يعني أنت في الخارج المستثمر الأجنبي اللي يحب أن يشتري سلعة أو بضاعة دائما ما يبحث وين المنشأ، يبحث عن الجودة. صحيح. يبحث عن هو كيف يطلع مستفيد. سليم. في أطول فترة ممكنة. صحيح. يعني ما هو عنصري. صحيح. لا ما له، هذا شيء جدا رائع، وأنا متأكد من الكلام اللي سمعناه والبيانات اللي شفناها أنه راح يعني يكون في شيء للأعلى إن شاء الله. طيب هل لكم أولويات حاليا في تطوير الصناعة اليوم برا الإطار الكلام الإنشائي أخوي عمار؟ حقيقة أقول لك نعم. أولوياتنا اليوم كيفية بناء بنية تحتية جيدة نقدر نستقطب كل هالأفكار فيها. زين، شو المانع؟ أغلى عملة اللي هي الوقت. الوقت حقيقة هي مسألة الوقت، هي صحيح. أغلى عملة موجودة اليوم حق المستثمر الصناعي، وندري طلبنا وايد غالي على أصحاب الصناعات إن نطلب منهم الوقت. اليوم مثل ما قلت، تقصد بالوقت يعني الوقت عشان تبني كل هالبنى التحتية. اليوم أتكلم أنا اليوم أخوي عمار عن 110 كيلو متر مربع مناطق ممتدة متوزعة على مختلف مواقع الكويت، بالإضافة إلى في شغلة ثانية. اليوم المنطقة اللي نبنيها ما نبي نبنيها وبعدين نتلقى منها مشاكل، مثل ما قلت نبي نبنيها بأعلى المواصفات. اليوم صح. هو يرتاح السمون، فعنصر الوقت اليوم هو اللي نطلبه من القطاع الصناعي إنه يعاوننا فيه. مؤسسات الدولة حقيقة أخوي عمار مو مقصرة، بدأت تفهم أهمية هذا القطاع، بدأوا يعاونون الإخوان في الأشغال، بدأوا يعاونون الإخوان في البلدية، بدأوا يسألون لنا وايد صراحة. نعم بكل أمان بدأوا يعاونون لأن عرفوا بأن هذا الموضوع مهم، وأيضا في توصية عليه من القيادة السياسية بأن يتم الالتفات له. في موضوع مهم جدا في المرحلة القادمة، بأن بالفعل أنت راح تشوف في بغل بالصحراء راح تلقى في أشياء تنبني. تمام. ولكن نبي الفكر الصناعي يشاركنا شنو نسوي في هذا المكان، نحتاج إذا في مبادرات يشاركونا فيها. أنا هذا راح يكون سؤالي القادم لك. طيب يعني الكويت نوعا ما تشبعت من المقاهي والمطاعم وغيرها، نوعا ما تشبعت وبالعافية عليهم الله. لكن في شغلة الآن شفت التفت إن خاصة في البنوك اللي تمول للمشاريع الصناعية. يعني الآن الكثير يتساءل، أنا يعني عنده فكرة صناعية بسيطة مو عارف شو يطورها. الآن من وين أبدأ مشروعي معاكم؟ يعني أنا واحد يعني عنده فكرة صناعية أيا كانت تكلم من آلة الطابعات أي شيء يخدم مثلا الجيل الرابع من الصناعة أيا كان، وين اتجه؟ ماني عارف وين اروح. البنك البنوك اللي البنك الصناعي على سبيل المثال. لا انا حقيقه بكل امانه انا عشان كذي قاعد اقول لكم، انا ارتكازي بالفعل منو يحمل هويه الصناعي. زين اي جاك واحد صناعي يعني بالفطره الفكره. اي نعم صحيح، هذا واضح. الفكره اليوم وين هو تأثيره على الاقتصاد الوطني اللي بتسويه اليوم؟ إيه حتى لا يكون فقط يعني مجرد فكرة. نعم أنا ما أعيب ولا بأحارب مثلا القطاع التجاري، ولكن أنا أتكلم اليوم عن القطاع الصناعي. يجب أن تكون فكرتها أول شيء بالفعل صناعية، لأن في هناك كثير من الأفكار شكلها صناعي ولكن هي مو صناعية، الناتج مالها مو صناعي. صح. أعطيك مثال، إحنا نسميها حرفي أكثر، التغليف والتعليم فيها مكاين ومعدات، ولكن في النتيجة ما فيها قيمة مضافة. اليوم انت ما حولت المنتج من شيء لشيء، انت غلفت المنتج بس. صح. وفيها مكاين ومعدات وسمون ما تعتبر صناعي 100%. فعشان كذي بالفعل انت لما نقول لك شوف في فكرتك التاثير على الاقتصاد الوطني، اللي اقصده شنو؟ نعم روح شوف الصناعه الغريبه، نعم روح شوف الواردات اللي جايتنا من برا الكويت وشلون احل مكانها مصنع. في عندك رقم بسيط جدا منشور في وزاره التخطيط اللي هي كم الواردات كل المنتجات، ليش احنا قاعدين نورد هذه المنتجات بهذا الكم؟ وكثير منها ايضا منتجات بتروكيماوي، ليش؟ وانا عندي الماده الاوليه. فانا ادعو الافكار هذه انها تنصب، تشوف هذه الامور هذه الارقام وتحولها الى مصانع محليه موجوده عندنا، وايد راح يخفف العبء، وايد راح تكون فيها ربحيه تجاريه واثر على الاقتصاد الوطني. بالاضافه الى احنا قبلنا او ما قبلنا التكنولوجيا جايه في كل شيء، فما بالك تكون صناعتك صناعه تكنولوجيا. صحيح. اللي قلنا تجربة موجودة حتى في أبوظبي حقيقة، مصنع استراتا
يعتمد على صناعة الطابعات ثلاثية الأبعاد في استخراج منتجات البوينغ والإيرباص، قطع الغيار حق البوينغ تطلع من مادة استثمارها. أنا يعني تدخل مثلاً لو بناخذها بالمعنى البسيط يعني حتى نوضحها، تدخل الحديدة كاملة كمادة والآلة الطابعة الثلاثية الأبعاد طلعها كمثلاً جسم طلعها قطعة غيار طلعها المادة الأولية جداً بسيطة. السر في المعرفة، الصناعي يجب أن يتعلم شنو هي طريقة الصناعة الفلانية، فقط لا يستثمر في فلوسه، نعم، هل يستثمر في معرفتها، لازم يتعلمها، يشوف جودتها، يشوف بالفعل لها قيمة ولا لا. القطاعات اللي تكلمنا عنها أخوي عمار، إحنا ما يبناها عشوائية، إحنا درسنا حاجة السوق المحلية وعرفنا أن هذه عالميا مطلوبة. إيه، فنتمنى أن القطاع الصناعي يأخذ كل هالأمور في الاعتبار. ما أبي أدخل في مسألة أنه لازم يقدم دراسة جدوى ويكتب، هذا مو مهم. تمام. الفكرة وكيفية إدارتها أهم من مسألة العمل الواقعي. أنت ذكرت لي جملة يعني رنت في مخي لما قلت خلي يدخل على الويب سايت أو صفحة وزارة التخطيط، نعم، وشوف كثر الواردات اللي قاعد توصل للكويت وشلون، مو مهم أنه يعرف الرقم يقول الله ولا يضخم الرقم، لكن المهم أنه شلون يقول أنه واحدة من الواردات هذه أن أنا ممكن أسويها هني بالكويت. نعم. فكرة ويلكم يتجه لكم الهيئة يعني؟ إيه الهيئة يعني في مكتب خاص يعني؟ لا أبدا، في عندنا الاستقبال يستقبل طلبة يقدم. إحنا بعدين يعني أنا يمكن ما نوحت بأن إحنا أمورنا كلها تقدم أونلاين. نعم. يدخل يوزرنا باسورد، يقدم دراسة الجدوى بالكامل، والنظام يعطيه مؤشر يقول له ما راح تنجح. جميل. يقول له حط بالك ترى في تشبع بالسوق، انتبه، راح يعطي شويه كي بي ايز. مع هذا احنا دورنا استشاري له، يبي خاطر بالاضافه الى احنا وهنا له، هذه بعد مخاطره شخصيه عليه لانه هو بيستثمر بالفلوس مو احنا. ولكن احنا دورنا ايضا مو فقط جهاز خدمي، احنا المفترض نكون جهاز استشاري حق المصنع عشان نقدر نخليه ينجح، لان اذا هو نجح ننجح اخوي عمار. تمام. طيب هل الكويت اصبحت كسؤال الاخير اصبحت ارض خصبه لاجتذاب الاستثمار؟ الجواب دقيقه. نعم حقيقه عندنا بوابه جيده اسمها بوابه هيئه الاستثمار المباشر كديبه. نعم. حقيقه بوابه جيده عندها خمس عناصر ممتازه تكلم فيها عن الكويت: الموقع الجغرافي الجيد، جميل، القوانين اللي تحمي المستثمر الاجنبي، مقبلين على بنية تحتية جدا كبيرة في القطاع الصناعي، عندنا استقرار سياسي جيد مو موجود في كثير من الدول وهذا يحقق، وعندنا حرية. كل هذه الأمور تساعد أي شيء ينجح حقيقة في العالم. أستاذ عبد الكريم تقي المدير العام للهيئة العامة للصناعة، شكرا لك، فرحتنا بهذا الكلام صراحة وعلى هذه الإنجازات، يعني الواحد يطمن شوي على الكويت مستقبلها. أستاذ المشاهدين حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.